انترفيو ايه يا عم؟ احنا لسه مخلصين امتحاناتي من كام ساعه. انترفيو ايه اللي في ساعتها ده؟ ولا ما تعصبنيش، شوف حاجه تانية يا عم. عد. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ارتقوا. بس الحمد لله هلا راح يصحى. طب في المنطقه في الشغل ايه اللي انا قلته ده؟ قولها انت. هو من ضمن الصحاب دول هو صح؟ وده موضوع حلقتنا. النوع الخامس هو صاحبك هو ايه؟ النوع العاشر هو صاحبك العنتيل، صح؟ انت قلت العنتيل؟ هنقولها العنتيل؟ اقول لك حاجه، اعملها وانا جيت من غير رايك واشوف الدموع القطعه. هتمشي هتمشي مع مين؟ هتلبسني انا يا هلبسك ايه لا مؤاخذه؟ انت اللي هترسم اشكاليات حياتك وحياتك هتكون ماشيه ازاي؟ بدأت ده عمرك ما كسر معاك نجم مصر عامل ايه؟ في دبانة عمال اعمل كده. بقول لك احنا نطلع السخنة. لا استنى خلينا، انا فهمت دماغك دي احلى. ايه الدخلة دي؟ شوف يا جماعة، اصلا صايم ومفرد وجايبني وانا صايم وانا اصلا تعبان خلقة، مش عارف جايبني ليه دلوقتي احنا صايمين. اكسبت بسرعة قوي صح؟ اولي حرف يمين شمال فلوس. ايه حرف يمين شمال؟ الاول تاني؟ الاول. اهلا بكم. اهلا بكم. بس النوع الثامن هو صاحبك الحسن شحاته في نفسه، الفيلسوف الكروي. اي البس. ما هو بحس ان ما بيعجبكش. اعمل لايك وشير. وقفت ها؟ ولا من الأول؟